يصلون الصبح ثم يعودون، ولا زال الليل مخيما بظلامه، ويخرجون لصلاة الظهر ولا زال الليل مخيما بظلامه. وفجأة يشهد أهل الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. فتطلع الشمس من مغربها فلما يراها الناس يعلنون إيمانهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن